لكن حتى فيما يخص النواحي السلوكية، شفتوا تصرفات النادي الأهلي تجاه أي أزمة، وما بيهزش في الهيصة. الأزمة اللي حصلت بين كهربا ومحمد فضل، الناس كانت عايزة توديها في سكة تانية خالص. الأهلي اللي حريص دايما وأبدا على المبدأ والسلوك، حريص على الحق وصورة ولاده، عشان كده كان موقفه سليم وتم احتواء الأزمة في أفضل شكل ممكن، بعد التشاور وبعد التفاوض وبعد الكلام، وبعد ما النادي الأهلي تمسك بحقه وحق اللاعب اللي عنده كهربا. بمناسبة كهربا، النهاردة استوقفني كاريكاتير للأستاذ عمرو سليم في المصر اليوم. برضو عمرو سليم راجل زملكاوي وده لا يضيره بالعكس، لكنه لما يكون الرأي فيه مغالطة حقيقية لازم نقف عندها. الأستاذ عمرو سليم بيقول ده بمناسبة احتواء أزمة كهربا وفضل: ما اقدرش اعاقب كهربا علشان الاهلي فوق الجميع، بصوا الانطباع اللي بيصدروه تحريضيا. ده انطباع بيتصدر بهدف التحريض، مع انه الناس بحت اصواتها وهي بتتكلم: يا جماعه الاهلي فوق الجميع، ده هدف، ده شعار انتخابي معناه انه مصلحه الاهلي فوق جميع ابنائه، مصلحه الاهلي فوق كل اعتبار بالنسبه لاولاده. انما هياش بلطجه ولا منظره ولا تعالي، لكن عايزين تودوها في السكه دي بهدف التحريض والإساءة. فتلاقي معلومه زي دي يقول لك ايه: ما اقدرش اعاقب كهربا علشان الاهلي فوق جميع، وقف لي شيكابالا وامام عاشور 3 ماتشات. بصوا بقى الادعاء في المظلوميه يا سيد الفاضل. لما توقف شيكابالا وامام عاشور في احداث السوبر، كهربا توقف اكتر منهم. كهربا وقتها خد 10 ماتشات، وامام عاشور خد 10 ماتشات، وشيكابالا خد 8. انت جبت منين انه تم التجاهل عن كهربا علشان الاهلي فوق الجميع؟ امام عاشور خد 10 وكهربا خد 10 وشيكابالا خد 8 ماتشات. ليه الادعاء بهذا الهدف التحريضي؟ ده اتقال كمان من رضا عبد العال: احمد فتحي تم عدم ضمه للمنتخب عشان مشي من الاهلي، وانه كابتن حسام البدري بيجامل بيه الاهلي. طب هو ده احمد فتحي مشي من النادي الاهلي راح بيراميدز، بيراميدز اللي راح لها رمضان صبحي بعد مشاكل عويصه مع النادي الاهلي وتم ضمه للمنتخب وهو ما لعبش من 11 شهر. فين مجامله الاهلي بقى؟ لكن كلام زي ما بقول لكم كله بيبقى لاهداف تحريضيه، اعتقد الجمهور بقى شايفها وعارفها كويس. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل.